والله سبب عدم رجعتنا احنا قضاء القائم الحدود، احنا من القائم الانبار، الحدود شوي بعدها صعبة وماكو يعني ذاك الاستقرار حيل يعني، وجماعة بعاج نفس المصيبة احنا وياهم، بعاج والقائم نفس هم شريط حدودي يعني، فماكو استقرار يعني حيل ذاك الاستقرار وشغل ماكو، ناس تعبانة بعدها، ناس كانت دايخة 3 سنين سقوط الأنبار مو هين ترى، والناس شردت وناس تبهدلت، فأكو شغلات أسباب كثيرة يعني. وإحنا ما مو صيد، إحنا عراقيين بنص العراق وبغداد يعني، إحنا وين رايحين؟ حتى ليش يضغطون علينا وارجع وتريد ترجع؟ أنا ببغداد، إذا بغداد ما يلمني خين أخوي أطير على أمريكا، خلوني يسوي لي جوازات وجيبونا وطيرونا على أمريكا، خلنا نروح لأمريكا. والله إذا بغداد ما يستقبلني، بغداد إذا هو عاصمتي بغداد يعني ما يستقبلني وتحملني، من يتحملني؟ حملني يا دولة تحملني. ماكو يعني شيء سبب اللي هالضغوطات، والله يومية جايين ويومية وليش ما ترجعون؟ احنا عراقيين بابا، احنا عراقيين ببغداد وبالعراق وبلدنا، وماكو مشاكل الحمد لله، وكل شيء ماكو، يمنون الحدود ان شاء الله والامور تصير زينة، والتعويضات ينطون للناس، اكثر الناس بيوتها مهدمة، وانتم تدرون سبب الحرب، الحرب ما وراء غير الدمار، بيوتها مهدمة، زين يقوم ياخذ عائلته من هنا يقوم يرقل بها هناك، يا ولا بيت ولا كل شيء، خلي يصرفون تعويضات للناس، تروح تعمر العالم. انا هسه بيتي واقع، شلون انا شلون وعندي 9 نفرات اقوم اجر ببيوت العالم يوميا، جاني واحد لو اطلع اعطيني اجار لو اطلع من بيتي، شو اسوي انا بهالحاله هاي؟ انتظر الدوله بك تصرف تعويضات، تصرف شيء يعني، والناس اللي يريد يسوون عوده ويرجعون، اكو عندنا جماعه من بعاج يسوون عوده، نتمنى من وزاره الهجره والمهجره تنزل لهم سيارات يمشون، الناس ترجع بعضها، اهل الوظائف اللي طلعت وظائفهم يقول لك انا ما باغي هنا، ما زال طلعت وظيفتي، انا اريد اعيش براتبي. هو مو صدى رجع انه مكيف، بس رجع على وظيفته يريد يعيش بيها، هو ما يقعد هنا وتنقطع وظيفته. وهو بغداد يعني، والله أنا متعجم يعني، كل ساعة جايتنا غناء وليش ترجعون؟ الحمد لله لا عندنا مشاكل عشائرية ولا عندنا مشاكل ويا الحكومة، وإخواني كلهم عسكريين، ولد عمي وقرايبي، صحيح راحت لنا زلم، أنا عندي 22 زلمة عند داعش راحوا لحد اليوم، ولد عمي لزم ومن بيت 3 إخوان، ما أعرف مصيرهم شنو، شو مدرين شنو مصير، هو أنا مصيري ما نعرف، أنا تعرف أنا عند داعش مصيره شنو؟ والله أنا مصيري ما أعرف شنو، والله ما نعرف مصيرنا شنو. فنتمنى يعني من الإعلام والمنظمات الدولية والهجرة والمهجرين، نتمنى لا يضغطون على إخوانهم العراقيين، إحنا ترى عراقيين وجايين بالعراق وما عندنا ترى مشاكل الحمد لله والشكر، وإخواننا هذول وعندنا من بعاج من الموصل نفس المصيبة نفس الشريط الحدودي، ما عندنا مشاكل يعني، متعاونين بياناتنا، تصير مشكلة نروح نحلها، تصير أي شغلات يعني إخوان بيت واحد. استوطننا يعني، تفضل على احنا قبل قانون الدولة الهجرة والمهجرين، هذا قانون دولي مو أنا أقول، إذا تستوطن أو سنة سنتين مكان واحد أنت استوطنت، هذا اللي أعرفه أنا، ما أعرف كان قوانين صار جديدة ما أدري. فيعني ماكو شيء، ماكو شيء صعب، يوميه يوميه يوميه، شنو يعني؟ لا مفجري، لا مصخمين، لا، اكو ناس تعبانه عندها معوقين وجاي يشتغلون هنا، يقول لك انا اشتغل هنا الحمد لله يعني عايش ساتر على نفسه وقاعد بخيمه، هو لو مو هناك أسوأ، ما يقعد بهاي الخيمه الفاين حظها، خط 5 دقائق الكهرباء وفوت بيها، اتحداك تحمل 5 دقائق. والله اتحداك. فيا اخوان نرجو يعني من الاعلام من المنظمات من الهجره والمهجرين، ساعد اخوانهم الى ما الله يفضل سبحان الله تعالى يفضيها علينا ونرجع. والله على الطيبين قليل مساعدات يعني، اكو كم منظمه انا والله ما حافظ اسمها هنا، الاخوان ما هم يعرفونهن يعني، يدعم من المخيم بالتنظيف بالديتول بالشغلات يعني، والله أنا ما أعرف أسماها،
هم يعرفونهن يعني اكثر من، بس الحمد لله ماكو شيء يعني صعب. يوميه يوميه جايتنا يوميه شنو يا اخي، والله عراقيين معودين، سووا لنا جوازات خلينا نطير على امريكا. مليونين والزمه بشطب اصعد بالزينه قوه انطيك كذا مبلغ تروح. احنا النقطه الوحده يعني اريد احكيها، ايه احنا جانا داعش وخلصت شغله داعش، هسه النوب شكو مشاكل حروب كلها وين على العراق وهاي، احنا الى متى يعني نظل بهالوضعيه نظل هيجي من دون العالم؟ ليش احنا بس العراقيين نعيش هيك؟ شبينا؟ الحمد لله كنا مثقفين وكنا خريجين علماء، العراق البلد مو هي بي من الناس المثقفه وتفته وخيرنا هواي، احنا نظل بهالمشاكل يوميه مشكله يوم يعني الى متى؟ هو هاي والله يعني قمنا نضوج يعني احنا هسه دخنا وين تروح وين تستقر؟ ما تعرف يوميه ها راح يصير فلان شغله، يوميه اللي عنده مشكله جابها بالعراق واحنا مبتلي العراقي نطلب نستقر نعيش مثل، ليش هاي دول الخليج احسن من عندنا؟ ولا خيراتهم احسن من عندنا؟ يريد هالبلد يستقر، سوي به زراعه، سوي به مصانع، الحمد لله كلها خريجين كلها مثقف، يريد بلدنا يكون احسن من دول العالم. والله الحمد لله الناس الطيبه ومثلكم يعني تجينا مساعده، بس عندنا شغله هنا الكهرباء والله حيل تعبان، يعني وضعيه المخيم بالصيف كارثه تقامه، يعني اهم شغله هي هاي، ولا ارزاق مساعدات يعني زينه من الناس الطيبه منظمات تجينا حصه مال هجره، بس عندنا هنا الكهرباء يعني، وهاي هالخيم هاي والله يعني تنتقم لك من واحد تجيبه حطه بالخيمه. والله السبب ما عندنا بيوت، بيوتنا يعني مو مهدمه بس هي ما بيها فرد وبيت، تريدها تصليح يعني تاكلها بالثلاث ملايين اربع ملايين، فلوس ما عندنا وظلينا احنا بهالمكان هذا، ولا ما والله بس الكهرباء ما شنو الكهرباء حلو زين الكهرباء عندنا. هسه انت عندك مولد هنا موجوده يعني عراق دوله وش كبرها يعني غاز ما قدرت تدبره، وترى اسهل شيء هسه بالعراق حاليا ترى غير هي الكهرباء، هذا الاردن مو بحر ميت كبريت وتبيع كهرباء للدول زين، العراق بالنفط وغيره هسه عم مارد يعني ذاك المحصل تو وين يعطون النفر 17000 زين، احنا اربع نفرات 17000 للشهر تكفيني شاكل حياه وتاكل رمل اردفتين ما يصير. هسه الحج يقول لك انا ارد ارجع زين بيته واقع، انا واحد من الناس هسه انا بيتي واقع، هسه لو ينطوني مليونين يعني ترى مو كلفه على الحكومه المليونين، لو ينطوني انا غير ابني الغرفه واقعد واسكت ولا هالضيم وهالحر هاك شوف، انا صار ساعه بالمبرده اشلع بالملح زين، هذا المي كله ملح عندي اشرب بيه هاي زين بطني صار بيه هسه والله مو بارد هسه هذا حك بيها اطلع الملح على مدولات الرم دا يشتغل. الله اكبر عمي لو ما المنظمات غير سوتها مسخمه كفي لك الله، يعني الحكومه يقول لك انا اجيب غذائيه اجيب لك اياها كل ثلاث اشهر اربعه شنو؟ شو يجيب لك؟ لو عدس ماكو، لو حمص ماكو، لو بيها ملح ماكو، ليش؟ انا عراقي وين رايح وين جاي ليش ما ترجع ليش؟ انا عراقي ارد اقعد هنا ولا اقعد هناك كيفي مو؟ بس انت ترجعني انا هسه كلفة عليك ودايخ بي انت الحكومه انطيني انطيني عمر لي غرفه هسه ما اريد لك ما اريد عندك بيت ولا اريد مشتمل ولا اريد طابقين، عمي حط لي غرفه انا وجهالي وعيالات اقعد واسكت ما عندي كل شيء بعد وانا عايش روحي. والله الحمد لله ماكو شيء يعني بس عندك رمضان الجاي لما المنظمات وغير ولا الحكومه شفنا منها كل شيء ماكو، والله حرام كل شيء ماكو، الناس المتبرعين يجيبون ينطون الناس خلف الله عليهم جزاهم الله الف خير. يا يابا ايش حد منكم متوصلون صوتنا؟ احنا قاعدين بهالكرفانات خمس عوايل وبيوتنا تفلشت واولادنا مسجونين مظلومين ونريد من عندكم المساعده لهم، والله مصيرهم على حمل التريلات وهاي لهم خمس سنين استعينا وبدل التاجي ومريضي واحد بيه تدر واحد بيه حساسيه والنشحذ من الطيبين يساعدونا عليهم، وكل شهر اروح عليهم يريدون 500000 واحنا بهالكرفانات هنا خمس عوايل
وما عندنا والله يا خي ماكو، حلالنا راح، سياراتنا راحت، ها؟ كل نفر يريد منا علاج ووصفة وتعطيهم وتودينهم مصرف لهم، واحنا ما عندنا، وانا خمس عوايل، هل شوفني هاي خمس عوايل والله، والله بياتني فلاش للقى بالقرمة، بالقرمة، وهذا الكتاب يقرا عندي والله، والله يا خي، وقاعدين هنا لا شتلنا الحرب، لاكو مساعدات حي. لا البشري وحالوادم قاعده هنا عايفه بيوتها ماكو غير هنا قاعدين تقولون يسوون بحالنا والله العظيم يا يابا ونش حد من الطيبين ان شاء الله يساعدونا حال والله مضررين احنا بيئه جسام محمد الفرحان حال تضررنا بيئتنا وقع علقه واني 35 نفر بهالبيئه كلها راح ونش حد من الطيبين ساعدونا نرد لبيوتنا يابا قعدتنا بهالحر والله سلقنا الحر والله حار إنش هذا من الطيبين من هذا يساعدونا يرددون الوادم لبيوته إنش هذا من عندكم والله العظيم يا يابا الله يحفظك يا يابا يا عيني ها والله صعوبات شو ماكو اليوم إنا قاعدين ما ادري كم يوم والله ما حد جاب ولا حد جانا ولا حد قال هالواديم بهالحر سلقنا الكرفانات يابا حارات والله ونريد من الطيبين يجونا يشوفون بحالنا احنا قاعدين بهالكرفانات هم انطفت لها ساعه يقدرون يقعدون احنا الكرفاني غدي نار نار والله يخي نار والله تقوم انا عندي مريض وانا عنده فقرات ومريض وقاعد بهالكرفانات لاجل ما عنده مكان والله ما عندي بيت وقع للقى وقاعدين هنا خمس عوائل يعني والله ونش حد منهم يجونا يشوفون بحالنا الحاره الكرفانات يا خي نار والله نار هسه عين الشان تنقطع نقوم نفرفر نطلع برا هذا يا الحر الله الله بينا اقول الله الله يضرون بالشعب ينظرون بينا النازحين والله شوفون بحالنا شلون يا خي والله يحفظكم والله يرزقكم وجزاكم خير والله يا بابا بارك الله بكم طيبين بس ولادنا يا يابا ولادنا مظلومين والله مريضين والله بالتاجي يا يابا اثنية ها والله خذهم حملهم حمل سبيرتو وسبيرتو يقول له ممنوع وهم من بغداد حملوه وهسه اقول له انت لا حملك هذا ما يطلع لحد الان الحمل بعدها بالبغداد محمله موج سبيرتو اللي يصبغون به البو ويقول له هذا لا هذا خاف تروح تودي له داعشي ولاد هيك له حي ومريضين عندي واحد منهم مريض عنده خمس جهه ولا راتب ولا هاي ولا هاي وانا اصرف عليهم وما عندي انا حتى نضرر ونقول انش هذا من الطيبين شوفون محل المساجين يابا يسوون بعونهم والله كل ما يشبعوا والله ماي ما يشبعون يحطون الماي بالجاروبه هاي تنغبل يا خي بالجاروبه تعي يبردونه ويشربونه والله العظيم يحطها بالجاروبه تعي يبردونه تعي يشربونه والحمل والله حمل حملتوه من يمكم غير من يمكم من بغداد شلون تخلونه لو من بيشي شلون تخلونه يطب وليدي مظلومين والله مظلومين يا ابي بعد عيني يا ابا والله يا ابا مظلومين والله يا ابا والله يا ابا مظلومين والله يا ابا والله يا ابا رحت عليهم البارحه بديت ميت والله يا ابا والله يا ابا مظلوم يا ابا خلاه مريض يا ابا وحبيت مريض والله مريضين يا خي مريضين والله والله الحمد من عندكم ينطونهم ميه بارده ينطونهم اجلايه ولا يخلونا احنا نوديهم تعال نعطيهم والله مريضين والله مريضين اهلي والله ولادي هيك الوحيد خليته يشتغلون هم بهالظهورية هاي النار إيه من الصبح إيه للمغرب تطلعونهم 25 تجملهن تروح عليهن وديهن للولد يريدون علاج ويريدون مريضين ولد مريضين اثنين ويكلفون واحد عنده خمس جهات وبرقبته معاشه من ايش حد من عندكم تساعدونا يقولون يا بصلون صوتنا للمساجونين يا خي بعد عيني والله رحم الله والديك جزاك خير يا خي بعد عيني والله الصعوبات اللي هنا صعوبات هي بالنسبه للمعيشه كلها تعبانه بالنسبه لمناطقنا تعبانه بيوتها مهدمه وخدماتها ماكو يعني ضعيفه جدا هسه الكهرباء تقريبا رجعوها بس مو كلها لا هاي المنطقه هيك المنطقه اللي يعني نازح من عندها اللي هي القائم بالنسبه للحكومه يطلعون الحكومه اذا تنطينا تعويض حد يرجع رمن بيته او يكمل بيته حتى يرجع اما مو ترجع انه من تقعد وين تقعد ماكو اي مكان تقعد به
يعني مكان تقعد به. قبل كانت اول حتى بيوت فارغه تقدر تقعد بها، هسه تروح للمنطقه بيوت فارغه ماكو، تلقى ثلاث عوائل بيت واحد او اربع عوائل قاعدين بيت واحد بسبب تفجير البيوت مفجره واقعه بالقاع واقعه. فانت وين تقعد؟ يعني تاخذ خيمه تقعد بها نفس الشيء، نفس الشيء، ضل قاعد هنا واحسن. الشغل هناك فرد نوم ماكو، احنا جاي نشتغل نبات تحصل لو شغلنا عمال نبات تاخذ شغله منها شويه وقاعد دون. هي معاناه يعني، مع ذلك هي معاناه، حار حار الاسفل سالفته وتعب وما ما يعني كلها تعب تعب. فالحكومه تترجعنا تعطينا تعويض، يعني غلش يعطينا تعويض بدل ما يتبرعون للدول الخارجيه للصومال او الغيرها او الغيرها دوله، وبدل ما اكو واحد من المواصل من الموصل منطي مسوي جامع، حكومه من الدوله طبعا البرلمان مسوي جامع بلبنان او بالامارات، مسوي جامع على نفس شكل ملويه سامراء مليارين مدري ايش قد، ليش ما نعطيها للمازحين اجر بها الجامع؟ اذا ماكو امارات بعز الجامع، مو بعز الجامع الامارات عايشه، هالنازحين قاعدين ببيوت وقاعدين بكرفانات وغير الهم والغم ومرضى، اكو ناس هوايه واكو ناس عاطله عن عمل، لا شغل لا عمل، حتى الرعايه ما عندنا شيء، احنا هسه بالنسبه لنا من القائم حتى رعايه ما عندنا راتب رعايه، بيتنا واقع. بسم الله الرحمن الرحيم، نطالب اخواننا الحكومه بالتامين الكهرباء الماي، ومن شان العوده ما تفيدنا لان البيوت واقعه، والله ما راجع ماكو لا ماي لا كهرباء لا وضع مستقر، الوضع احنا بالقائم وقريبه على الحدود، والوضع مو شغال يعني مو حلو الوضع، كهرباء ما كنا بوحده، وانتم جاي تشوفون الناس شلون عايشه هنا، وحتى هناك كهرباء مو شيء يعني مع احنا نشكر جيدكم هاي اول شيء. ثاني شيء نطالب من عندكم نريد توصلون صوتنا للحكومة، اول شيء احنا نريد تعويضات حتى يصير لنا شلون نقول دافع نروح، هاي وحدة نريد الحكومة تيجي تشوف معاناة هاي العالم، غاز ماكو، مواد غذائية ماكو، رقابة صحية ماكو، كل شيء ماكو، احنا نريدهم يجون يشوفون وضعية المخيم، ونريد من عندهم يساعدونا حتى نلاقي لنا مكان ونقعد بيه. هاي لو العالم كليتها اللي هنا ما حد عنده بيت، ما حد عنده بيت هنا، العالم كليتها متبهذله زين وطايرين ورانا تعالوا عوده زين، انا من تريد مني عوده غير تساعدني على مود اشوف لي حل اشوف لي مكان اقعد بيه؟ رحت انا هسه لمنطقتي، منطقتي لا امان لا كهرباء لا مي، زين وين اروح اقعد؟ دعك من هاي كليتها، وين اروح اقعد؟ اروح اقعد بالشارع لو نصب لي خيمه؟ احنا ما نريد من عندكم شيء غير نريد توفرون لنا مكان نقعد بيه، وجزاهم الله الف خير اذا رادوا يسوون لنا حل، بينما ما يريد يسوون لنا حل يتركونا، يتركونا بمكاناتنا قاعدين احنا الحين مشكلتنا، مو يركضون ورانا يا دازيننا ابو الهجره عوده، يا دازيننا نائب عودوا، زين هو اللي يقول لي عودوا غير يدرب وضعيتي شنو اني؟ يجي يدق علي يا بابي يقول يابا انت ليش ما تقبلين ترجعين؟ شنو اللي تريدين قدمه؟ مو مال والله ها ارجع مو هذا كله ماكو، بس يجون الصفط حتشوفي ماله كل شيء ما قدمونا من صارت الحكومه الى اليوم هذا، كل شيء ما قدمت لا للعراقيين ولا للمهجرين ولا كل شيء. معاناتنا مي كهرباء ماكو، رقابه صحيه ما حد يراجع المرضى، عندك ما حد يساعد، شغلة مال غذائية ما غذائية هاي بس برمضان اجتنا شغلات بسيطة وانتهى الموضوع، بعد عاد يقتلنا الجوع لي رمضان الجاي. فيا اخويا ما حد جاي قد منا شيء، لا حكومة لا منظمات لا شيء، لو يعوفونا بحالنا احنا نحير بنفسنا، لو يوفرونا سكن ونروح. اخوي احنا معاناتنا هنا بالمخيم يعني هالشوفت عينكم، هذا المخيم هاي تراب هاي من هنا هذا البزل الله وكيلك تطفي الكهرباء ماكو معدومه، هاي الكهرباء نشوفها ساعتين بالنهار وتنقطع، يعني الجهال الله وكيلك نقع البطانيه ونلف بيتها ما ياكل من البق والها. ثاني شيء نظافه صفر،
المخيم يعني هالشوفت عينك، وثاني شيء اذا يريد يرجعونا على ديار، احنا بيوت ما عندنا. انا عندي ثلاث عوائل، بيت ما عندنا، بيتي راح انضرب وما ما ما عندي اي امكانيه اني ارجع على ديارنا. والناشد وزير الهجره والمهجرين والناشد الحكومه من تطلع تشوف بهالمليارات ها، واحنا هنا كمخيم 170 عائله منسيين من الحكومه صفر، يعني اي خدمات لا منظمات لا شيء. هاي حالتنا، هاي حالتنا، وازود بلبشته يعني المي يعني هالشوفت عينه، يعني حالتنا الانسانيه يعني يعني ما ما وضع وضع الامن هناك ما موجود لا كهرباء. انا من اهل القائم نازح، من اهل القائم، بيتي ماكو، برقبتي ثلاث عوائل 22 نفر برقبتي، ولا راتب لا عندي كل شيء، يعني ما عندي، والمخيم صفر لا مساعدات لا يعني ما هل لا كهرباء لا ماكو كل شيء. السلام عليكم، أنا نازحة من القائم، وإحنا طبم علينا الدواعيش والله، وأذونا حيل مو شوي أذونا، وهزمنا ابننا على تركيا، ومن تركيا صار الشكوى بيناتهم وسفروه على العراقيين، هي جاءوا عذبوه والله، مشي العيلة كظافرة سنونة بدرة المزرفين، وحكموها هي 20 سنة قسما بالله بدون ذنب. هسا والله الركيض ما خلانا، حتى بيتنا بعناه وانطيناه للمحامي، كل شيء ما وجهنا المحامي. هسا والله ما عندنا حتى نبات نروح نزور، انا صعب وضع مخيم، برقبتي عائله 7 نفرات كلهم بنوات، وما عندي معين ما عندي، بس عونت رب العالمين، عندي ولد عمره 12 سنه والله ما عنده، ما اقدر اخليه يطلع هنا وين تاشته. احنا مخيم تعوزنا كل شيء عوز، نطالب الحكومه، نطالب المنظمات، نطالب الاهالي يعني يقومون لنا بواجب، بشيء بواجب المفقود. اي والله عندي ولد مفقود، ها ابني والله ابني تفاصيله، احنا طبم علينا، هو كان يشتغل هنا ببغداد من 2012، جانا يوم واحد صدفه، جانا يوم جاء طبم علينا هذول الدواعش، من جا والله العظيم جبنا ذبيحه وذبحناها، بعد ما تغدى جم شالوه من على الغد، شالوه يقول انت هناك تسوي تجيب معلومات للمرتدين من على من الحكومه، واخذوه شهر هو عندهم، بعدين دحوه بالزباله مكتف من هنا انهيان والله من التعذيب. هزمت على تركيا في سبيل تريد خلص من عندهم، يعني كل ساعة يهجمون علينا، كل ساعة يهجمون علينا يريدون. هزمت على تركيا، صار الشكوى عمان بيناتهم تشاكم، قشم كل هالشقة اللي يشتغلون، سجنهم 1 سنة و4 أشهر، سفرهم عاد من هنا من تركيا على العراق، والعراق كمشهم عذبهم هنا بالمطار، والله العظيم ابني مش العينك ظافرة، مش العينك سنونة، والله العظيم به صواب هالشكل، حتى باسبوعي هذا قال ماما سوي لي تغريده، قلت له انا ما اعرفه، انا مره غير وكلت يدي بالمحامي، كل شيء ما وجه لي المحامي، والله حتى بيتنا بعناه ما خلانا كل شيء العند، وانطانا المحامي خير ماكو صدق علي الحكم، والحكم 20 سنه واني مره ركض والله ما اندل الشرج من غربي، لا بي انا بالحالي بس اشبك الحال، كل شيء ما وجهت، وانا برقبتي أنا والله العظيم 7 نفرات، واحنا مخيم كل شيء نحتاج، المخيم كل شيء يحتاج، كل شيء والله نحتاج، والله وضعنا شنو وضعنا؟ ما عندنا لا معين لا شنو وضعنا؟ انت شتات يجينا كرتونه المساعدات او يجينا متبرع تريد ينطين. والله قسما بالله باسبوعي هذا ابني ضاربه واحد جاق من لك عينه بس نفس السجن. على مود هيك بس داير ملازمه بس والله العظيم 350 بس تحول من قاعه على قاعه، اقسم لكم بالقران لملمتني تمني متدينتني وحولت ابني. شنو وضعي يعني يا اخواني؟ برقبتي عيله ماني شنو وضع؟ ماكو بس انا. بس ثاني والله شو اشتغل؟ لا بسوي لي بسطه، لا بسوي لي هاش اشتغل، كل شيء مشت والله، كل شيء ما والله ما صار غير عن رب العالمين، كل شيء ما عندنا والله نباتي هل على المساعدات هتجينا ها؟ اي والله نبات، تعرف انت برمضان والله جانا من الطيبين يعني انطقنا ابو 10 وابو 5 وابو ما والله ما عندي بيت ترجع لك، وين اروح؟ ها؟ بيتي بعته انطيته للمحامي قلت له اي والله، وبرقبتي بنوات وانا اشيل وودين فوق منو احط؟ حتى يقول لي اقول انت ارجع، اقول لهم ماما احنا وين تحطينا؟ تروحين تذبينا فوق عمامنا كلهم ولدنا او فوق خواننا؟ ما نقدر نروح هنا نستغل هنا خير، وانا والله يا اخي هم استغلال هنا، لا شغله لا عمله، الحمد لله. لا تعويض ماكو، شو اسمه بيوتنا مفلشه من السوالف.
هنا كهرباء ماكو. احنا ما ردنا نطلع من بغداد يا عيني. والله ما اريد اطلع من بغداد. انا هنا صار عملي وامان هنا ويعني مرتاحين زين، فما اريد يعني نروح نرجع لمحافظتنا. بغداد هي هي شنو بغداد؟ هي مو لكل العراقيين؟ انا بيتي والله مفلش وما نقدر نرجع. الجقادي والله ما عندنا كل شيء، والله هنا هذا المخيم لامنا. يعني والله احسن من منطقتنا بهواي، صار لي 4 سنين ونص بي. بيتي من ارجع وين اروح؟ اقعد بخيمه؟ هم نفسي اضل قاعد هنا احسن لي، ومولد وكهرباء غادي تروح. والله يعني جاي يجون من اخوان من فلوجه يشتغلوا هنا ويا بالمخيم. وغادي جفاف خلاص، هسه جيت والله نرجع نطب هالمعاملات ونرجع لورا، ما كل شيء اي شيء مستفاد من الفلوجه. تعبان خلاص. عندك راتب تعيش، ما عندك لا والله تموت من الجوع. والله الطالب يطولنا تعويض ثاني نرجع لمناطقنا وكل شيء يقعد مكانه. والله بيت مفلش وين اقعد؟ هنا اروح هم منصب خيمه واقعد؟ هنا لا والله مساعدات والحمد لله مي وكهرباء وعايشين. والله انا عندي الحج والحجيه اثنينهم مرضى مقعدين، انت تشوف ابوي عنده شلل رباعي واعمى بنفس الوقت. احنا عائله سلمان دخيل عبوش معروفين بالموصل، يعني احنا من اهل الموصل من سنجار من ناحيه الشمال. وهاي 5 سنين احنا مهجرين يعني بغداد. وهسه نريد العوده، يعني نريد نرجع على مناطقنا. والله احنا يعني تعرف احنا من ناحيه الشمال، من ناحيه الشمال كلها يزيديه يعني. وصارت مشاكل بين اليزيديه والعرب. واحنا من اللي كنا عايشين بنصهم 100 سنه يعني. احنا سكن ناحيه الشمال من قديم يعني. من ال 44 احنا عايشين بناحيه الشمال. وهسه نريد نرجع، بس ما نعرف شكو قدامنا، شنو نظرتهم على العرب صايره، لان احنا هم مثل اهلنا واخواننا وربينا بنصهم، ما نقدر بلاياهم يعني. يعني هم اهلنا وقرايبنا اليزيديه، لان احنا ولدنا بنصهم كلنا. ما نعرف، ما نعرف كل شيء. انا اريد اوصل هاي الصوره، يعني هم يظلون غالين علينا وعزاز علينا، هم اهلنا، والمال اول مال وتالي، انت تعرف هذا الشيء. ونريد نرجع على مناطقنا يعني. هي هاي اللي اطلبها منهم. وهسه بيوتنا تعرف عندي 7 بيوت غادي، واراضي ملكيه عندي غادي، ومن حقنا يعني نرجع. اي اريد يوصلون الصوره لهم، يعني احنا ما نقدر نعيش بلا اليزيديه، لان مناطقنا وبيوتنا غادي. هسه وين اروح؟ اروح اجر بالموصل؟ والله حتى ماده ما عندنا. ما عندنا يعني. شوف عندي مرضى وعائله 20 نفس برقبتي والله. وما عوضونا كل شيء، كل شيء ما جانا لهسه. وانا وضعي يختلف عن الكل، يعني هسه اهل الموصل كل واحد راح يرجع على بيته او يعمر بيته، بس انا الوحيد اللي ما اقدر ارجع، ما اعرف شو اسوي يعني بهاي الحاله. واناشد كل اهل المسؤولين والناس الخيره ان يوصلون هاي الفكره ويساعدونا احنا اهل المناطق المتنازع عليها ويشوفون وضعنا يعني. والله يا اخي الحمد لله على كل حال، بس والله همين تعب. شوف هسه بعز الصيف ماكو كهرب. وعندنا مرضى، يعني بهاي الحاله شو نسوي؟ والله وضعه حيل حيل تعبان. عنده شلل رباعي وعنده اعمال، يعني هسه الا نشيله شيل تكرم نوديه الحمام ونجيبه. والله نراجع وحط مساعدات بالعلاج وبهذا، ما عندنا شيء يعني. انت تعرف لا حتى راتب رعايه ما عنده. لا والله هو ما يقدر يروح ويجي وما يطلعون المنظمات عليه او يساعدونه او يسووا له هو وبالمخيم. اي والله. لا بس ابي اقول لك اكو ببيوتكم؟ معاناتنا هنا كهرباء ماكو، خدمات ماكو. وبسلامه ابو هيثم والواقفين والحمد لله والشكر ومرتاحين وعايشين، بس منطقتنا افضل لنا من المخيمات. وكافي هجره وكافي تعب. التعويض ان شاء الله نرجي من رب العالمين، بعد ما نريد فلوس. بنوب. لان ما يتعوض الشهيد ما يتعوض بالفلوس ولا بالمال. ايه. أختي وأخويا وأخويا الأخ وولد أختي اثنين وبنت أختي. معاناتنا والله الحر ذابحنا، والليل كله ما ننام من الحر. أحلى ساعة واحدة بالليل قاعدين ونص هنا بالشارع، كهرباء ماكو. وتعرف أنت الوضع، كلها أطفال هنا ومعوقين ومرضى. والوضع والله همين الأخوة ما مقصرين هنا ويانا بالمخيم، بس كذب والله مو مثل البيت. والله استاذ تجينا منظمات، احنا ما مقصرين ويانا الاخوه، بس شنو شو تكفينا؟ تعرف انت الجو حار والله. ذاك اليوم يعني من سبب الحر 3 اطفال غرقوا بالهذا النهر.
يعني الجو حار يقتل هنا، ومضطره الاطفال تطلع يعني من كثر مو زهقنا، احنا زهقنا من الحر، مو هم جاهزه عود الاطفال، احنا كبار زهقنا. كل ما يروحون عن نمره يطبون يغرقون ويموتون يعني. هاي نهر جاري، هاي نهر هناك جاري يعني. وين ال وين ال مال ابو غريب بساتين ومال ابو غريب. فالناس مضطره تطلع، الناس مضطره تسبح، يسبح الله وياه يموت. اي والله هسه اثنين غرقوا، ذاك النهار اثنين غرقوا وماتوا. اي والله منا من داخل المخيم. هلا بيك. نحن زاد فضلك، عندي بنيه مريضه عليها قسطرتين سويت قبل 10 سنين وسويت قبل لحد المضى ذاك، علاجها بشهر 400,000 ويتيمه والله، لا متبرع ولا من المخيم واحد سعل عليها وشاف حالها والله، وقال هاي البنيه ولا راتب ولا شيء ولا كل شيء غير عند رب العالمين. تجون متبرعين يسجلها والله ما واحد انطها الربع، شفيت؟ إيه من جت تسجل ولا فد يوم لا من الإدارة ولا من غيرها، جابها متبرع وقالوا هاي البنية مريضة. أتحداهم كلهم يسمعون الحكي. ها العلاج مالها مشكلتي كثيرة، بس أنا شرد أشتكي الرب العالمين، لا أشتكي الله على البشر الما تخاف الله. هاي وحدة عندي بنات اثنين زلم هنا أخذهن داعش، وحدة عندها ولاد وبنية يدرون بيها كليتهم، يدرون بيها ابنية، كل ما تروح تسوي معامل تزلمتها يجون هاي وين رايحة وهي مين مسوي عودة زين، وتركض للرمادي للقائم البغداد تطلع راتب زلمتها زين، هم المخايم يصرفون عليها على جهالها، خاف على العدسات والفاصليات. أقسم لك بالله لا طلع لها الراتب من الصبح لا طلع، وأني إن شاء الله بس أشوف معناتها البنية أطلع وعوف المخيم لها الربع خلهم يشيخون بي، لأنه مخيم ما النفاق للي يريدونه، ما يريدونه ما له شيء. اذا تروح للطبيب حصتك مقطوع، انت طالع ابنها ما صار خمس ليال اليوم يروحون يجيبون العمليات على اخوها، زهور طالعه عمر ما بلغتك، ما انطيتك استنساخ، مو بلغتها بهيثم، عجل ليش؟ ترى احنا مو هينين، بس ما اريد ندق نفسنا ويا البشر، نخلي الله هو ياخذ الحق. ليش بنيه صار لها؟ اتحدى اداره جابوا متبرع ولا قالوا خطا من الله، هاي البنيه مريضه ويتيمه ذيك يا خب وملقوح. اقسم لك بالله ان الحر اول البرحه تخشمها دم نوت تموت، الا قلنا نهفلها بالكرتونه يعني مستضعفين النساء بالمخيم، النساء مستقله مستقلينها. لا احنا من القائم على حد على حد الباقوس والله، بس جليت ولا لك هنا شافك بيتها، بيت كان عامر كل شيء ما بي، بس الهيكل لا اجهزه لا وايرات لا جام، البوم مضربة طق الهاون جدا، ومن ينطينا تعويض؟ هو بالمخيم من هالمنطينة ينطونا عند من الطالب؟ وين الحكومة؟ ما أقول لك ما أكو حكومة، أكو حكومة، ليش الحكومة وين رايحة؟ والله أكو حكومة تدبش على الظهر، وعند من تروح تشتكي؟ يقولوا راح تجيكم منظمات قاد كشف، يجون ينتظرون كشف، وين متجي الكشف؟ انا اقعد غادي ولا اقعد هين؟ لا راتب عندنا وليات صحيح، يروح يشتغل عماله بالايام نوبات شو اسمه اللي يشتغل عندهم يقفلون لنا الموبايل وياخذون الفلوس، وهاي البنيه علاجها 400,000 فاس، روح شوفها اذا ما انت مصدقنا، والمخيم كله يدري بس ما حد يعد الصحيح. زين من يجون اليوم على ابني بتجايله على العمليات، يجيبون العمليات علي شو مسوي هو؟ انفجر المخيم؟ ادري ترى كل شيء عارفه، كل شيء عارفه، بس احنا نقول ما لنا شغله بالناس، اكو رب اكو الله موجود يمهل ولا يهمل، الكل من ما يمشي بس صحيح. اما خيم لا ابو خطي على بعض الناس ولا ابو لله، يستغلون الحرمه يستغلون الضعيف، واحنا والله ما نريد نطلع لا على قناه ولا على كل شيء، بس يخلون الواحد يصل هيك مواصيل. ايه وكيف لك الله مريض ما تدري ايش بيه، بيه فتق الا بشبكه، وعندي قده وعندي ذات الرئه وذيش التقارير مالتي، اذا عمر متبرع جه وقال ها شرب على انت ولا بنتك زين، بس انا لولا حتى انا مو مشكله، بس عندي هذا البنات كل وحده عندها جهال اثنين، نقول بلكت الله تطلع للزلم هن معامله،
هاي البنيه تروح على القايم تجي تسوي معامله ترجع للرمادي ترجع لأشوار راحت العالم طالع اشهر واللي يدري بيها وترجع وتطب وترجع وتروح شلون ده تاجرنا باللي دار يا ايش مسوين احنا مفجرين المخيم ويدرون بها بلغتهم هذه عده صحيح بعمرك مبلغتك زور مبلغت ابو هيثم عجل ليش تقولون انه رسالها مهينة تروح وتشون عايش جبت العمليات لا فهمنا ابو هيثم يقول عمر ما قال لي هلا ولا ناس لطخها على ناس ما مع احترامات لكم ما عرفه صحيح ندمنا شو مسوين بهم يابا شو مسوين بهم حقنا ما اكل الله والله ما له قول وما له حكي بس على حظ اجابنا اللي جاي على حظه وبخته يلقاها ان شاء الله. بالنسبه للكهرباء الوطنيه تنطفي عندنا 8 ساعات وتجينا ساعتين يعني والمولد هنا يشتغل عندنا بس المولد خمو يظل ليل ونهار يعني هم هو حديد يتعب اي والله والله ينطي مثل ما يقول متبرعين بالنسبه لهم دا يجيبون لنا الغاز لكن المعاناه هنا اطفال ومرضى اكو ويعني مخيم الحر كلش يعني ما منطقه شويه يعني بلكي تتناشدون الكهرباء الوطنيه يرحمون بحالنا يعني يزودون لنا ساعات الكهرباء مو هيك يعني والله العظيم ومعاناة من كل النواحي يعني ولو احنا الحمد لله مي موجود وشغلات موجوده ومساعدات تجينا المنظمات احنا المنظمات ما مقصره ويانا بصراحه يعني الحكومه ما انطتنا شيء احنا نقولها علني للحكومه ما حد طبب لنا شيء لكن المنظمات ما تخلت عننا تجينا وتعطينا وتسال عنهم مستمره ولا زالت يعني اي والله فاريد يعني بالنسبه لنا اكثر شيء والله الكهرباء الوطنيه يعني شويه تساعد ويا المولد اي والله لان بس ساعتين والله اطفاء يعني تصور من تنطفي بالليل والله ما تجي الى اذان الفجر وتشوف الجهال كلها برا يعني الساعه 4 الفجر برا العالم برا هم يعني احنا نريد مثل ما يقول شويه يساعدونا يعني هنا أنا. اي والله والله احنا بيوتنا يعني بيوتنا واقعه اي والله بيوتنا ما واقعه وبعدين بالنسبه للتعويضات وغير التعويضات ما حد شاف منهم شيء عالم تقدم معاملات على التعويض وتنطمر المعاملات ماكو اي شيء. فمين نرجع يعني احنا وبيوتنا واقعه ومهدم ما نقدر على الايجارات بصراحه يعني ايجارات غاليه بالنسبه للمولدات هم ما اذا نسحب مولد هم ما تريد كهرباء يريد فلوسها مو بلاش. وهذه والله ما نقدر عليها، احنا قاعدين هنا والحمد لله والشكر يعني مستقرين وبالنسبه للاداره زينه الناس ويانا من يجي شيء ما يقصرون ويانا. ودا يركضون والله منا ومنا عندنا استاذ ابو هيثم يعني هم مشكور رجال بالنسبه لي اذا يجي متبرع يجيب مثلا لعدد يعني ما عدد محدود ما يقبل يقول لك لو للكل لو لا تجيبونه صراحه يعني فاحنا بالنسبه لشهر رمضان يعني الرجل ما قصر والمنظمات والمتبرعين الناس اللي اهل المنطقه وغيرها اهل الخير والله ما قصروا ويانا صراحه يعني لا والله اي سياسي ما اجانا ولا وصلنا يعني لا برلمان ولا رئاسه وزراء ولا اي واحد. احنا قاعدين شلون تقول نعاني بنفسنا وناس شايله ناس بيناتنا يعني تعاون الحمد لله احنا مثل يعني مو تقول صار لنا 4 سنوات صرنا مثل الاهل الا ما حرم الله. احنا كليتنا بيناتنا متعاونين ومتفاهمين والحمد لله ونشكر الاداره يعني مالتنا وابو هيثم وعمر وعصام وسعد دول مسؤولي الاداره ما قصروا ويانا والله يعني الحمد لله والشكر. نعم والله اني اقاربي مفقوده ما لا ما عندنا احنا بالنسبه اكو هوايه هنا عندهم مفقودين اي والله بس احنا طبعا طلعنا بيوتنا تهدمت وانضربنا مو تقول يعني احنا تاذينا صراحه والوضع تقريبا بعده مو ذاك الاستقرار صراحه اليوم قاعد تصير شغله بالمحافظات واحنا بالنسبه لنا بالجزيره قاعدين، الجزيره كل بين فتره وفتره تصير عليها. اي والله. تصير عليها يعني شلون تقول يعني هاي شو يسموها يعني تجاوزات وشغلات اي والله، والبيوت تراب. وتدري انت ايجارات ما نقدر عليها صراحه وقاعدين هنا الحمد لله مرتاحين وعلى الاقل خلصانين من الايجارات ومن شغلات المولد اجور المولد وغيرها. يعني شويه مثل ما يقول سقف ساتر علينا. واحنا نشكر اللي سوى هذا المخيم واللي مثل ما يقول لمنا احنا ولا كنا احنا متهجورين كثير لك الله. وما ننسى مأساة بزيبز اللي اول ما تهجرنا سووا بينا.
الا بكفيل وما اعرف شنو، والحمد لله احنا هنا. وهاي بالنسبه للمنطقه يعني ما سمعنا منهم ولا كلمه، بالعكس يعني محترمين ومقدرين المنطقه كليتها ومأمنين، يعني امان ماكو كلش والحمد لله. والناشد ان شاء الله كل خيرين زين، على غاز على هذا. عندنا اطفال اثنين من وراء الحار راحوا سبحوا بالمشروع وغرقوا زين، اطفال يعني هيك من الحر يعني طارت ارواحهم فرد نور زين، طلعت ارواحهم الاطفال قام يعوف بيته وينهزم زين. والله ما رجعنا على التعويضات زين، النجد الحكومه على التعويضات، يعني بيوتنا مهدمه فرد نوب زين. لعد بالله عليك يعني هاي الخيمه من يقعد بيها الخيمه؟ من يقعد بيها زين؟ ما حد يقعد بيها. ما حد وصلنا، من وصلنا؟ ما حد، ولا حد جانا ولا شفنا كل احد. على واي جينا واحد ونقول له عمي تعال جايش ناجدونا الحكومه، انتم غريبين على الحكومه، ناجدونا اياهم زين، على غاز ناجدونا اياهم، على اي شيء اي شيء، بس نريد احنا نستغر زين. هسه احنا ماكو، احنا بخيم وهاي الشمس قاع بينا وهاي درجه الحراره 49 50 فوق انا زين. والله وضعنا زبد، شو شوف يعني زين. منظمات صنع ما بيده شيء، ما بيده شيء، احنا شغلتنا يم الحكومه، شغلتنا يم الحكومه. يجينا واحد مسؤول كبير بالدوله، تعالوا عمي هذول شنو، هذا بشر، شو ذولا شنو حيوانات ذولا، خل اشوفهم. ماكو احد يجي، ماكو احد يجي فرد نوب يعني، غير لو يجيك ما ينطونا كهرباء، ماكو يعني حاربونا هناك احنا محاربين، بيوتنا مهدمه، وهنا لقينا تشل قعدنا بيه، بعد النوب انهجمت بيوتنا النوب. يعني قلت لك اطفال عندنا اثنين والله العظيم زين، هذا واحد من جمال، هذا واحد من شو اسمه، اثنيناتهم يعني من حياتهم راحوا سبحوا مشروع، هذا هنا مشروع صغير زين، وغرقوا زين من الحر. عمي من الحر انهزمت الجهال، انهزمت، قام يعني الاب ما يقدر يسيطر على ابنه. يا اخي احنا ردنا مسؤول كبير، احنا مرد منظمه، شو اسوي بالمنظمه؟ منظمه جايه خلف الله عليهم، ما تجون ما التنظيف ما المي، هم قاعد يسهلون امور صحيات، قاعد يسوون هنا صحيات، مو بس احنا مو هاي مشكلتنا، مشكلتنا نريد واحد كبير هذا بالمسؤول مجلس بلدي غيره يجي يصرف لنا غاز لهالمولد، ونطلب الحكومه بالتعويض زين. يا بعد ما عندنا سوالف غير هالسوالف كل الهل. اي عندي ابن الشهيد انا زين، ابن الشهيد هم بسبب داعش زين بالفلوجه، والله زين زين، ابني 11 سنه همتين داعش، ها سبب الحادث مالته يخابر ولد صاحبه ببغداد، يخابره يشاقه وياه، وهذا وين ما عندنا شبكه غير على الشط، هذول حسبتهم الله لا يوفقهم ان شاء الله، الله لا يوفق كل من جاب لنا داعش زين. هذول حسبتهم هناك جابوه، خلى التليفون ماله على شو اسمه عند الانتظار وهذا، وقال له احكي وياهم يحكي، وقتلوا وقالوا لي ابنك قتل، ما افتهمت كل شيء بعد زين، حتى جثته ما اخذتها زين. شو نسوي؟ الحمد لله كل الهلا بك. بهالبيت ما اعرف كل شيء، ثاني مو هذا والله ما اعرف.